أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول المصنف رحمه الله تعالى لما عطف الظالمين على الكفار في قوله فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار، هل يقصد بذلك المسلم الظالم الجائر أم الكافر كفرا أكبر؟ لا، المراد بالظالمين الكفار، والكافرون هم الظالمون، المراد بهم الكفار. نعم.